الحقيقي عبر الكبار الاسم الهائلي بالوالي. الأحداث الجانحين اللي كيتحلوا على المحكمة. حتى المهنة ديالي لك كانت كرة القدم. من بعد الحرب. هو لاعب كرة قدم مغربي محترف، وصفته الصحافة العالمية بالفنان الذي صال وجال مع المنتخب المغربي، واستطاع من خلاله الاحتراف في أندية دولية كبيرة كنادي كوفنتري سيتي الإنجليزي ونادي بورتو البرتغالي. لعب 80 مباراة في مشواره الكروي، منها 48 مباراة دولية سجل خلالها 4 أهداف. كان يشغل مركز وسط الميدان، وبه تعاقب على اللعب في أندية دولية. ليقرر الاعتزال والعودة إلى الوطن سنة 2006، إنه اللاعب المغربي المحترف يوسف شيبو. مواليد مدينة قنيطرة سنة 1973. كأي لاعب بديت كنعيش في حي شعبي تسمى حي بام في مدينة قنيطرة. كنا تنتكونوا من العائلة. الوالد ديالي كان يعني موظف عادي تيشتغل في المياه والغابات، كان أجون تكنيك، كان عاون تقني. والوالدة كانت مكلفة بينا تتربينا، كنا تتكلف من دراستنا الماكلة ديالنا. كنا احنا يا خمسة الخوت، عندي خمسة، عندي جوج دراري وثلاثة البنات. الحمد لله دابا كل واحد كبروا شي يتجوز شي تقرا شي خدام. قرايه طبيعه الحال كنا تنقرا وتلعبوا الكره. كنت ندرس نيت في المدرسه، والاعداديه كانوا في نفس الحي، كانت الاعداديه تتم عقبه، وتما فين مارسنا كنا تنمارسوا كره القدم خصوصا مع الدراري ولا الدرب. كنا تلعبوا مع فرق الاحياء، كنا نلعبوا لي تورنوا، كنا تنديروا تورنوات في رمضان كذلك. كانوا ناس مؤطرين، ناس كبار كما اللي كانوا تيديروا هاد لي تورنوا هادي، وكانوا فراقي، وكانوا كل درب تتلقى فرقه تيكونوا 8-10 فراقي، تتكون ديما ديك لي تورنوا، وتيكون حماس، يجي جمهور تيتفرج فينا. ومن تمايا فين يعني كانوا الاصدقاء ديالي نيت، كانوا تي ديما كنا تلعبوا اونصومبل، كنا تلعبوا بزاف في يعني السيمانه، تقريبا السيمانه كلها نخرجوا من المدرسه. كنا في الاول تلعبوا في لي غون بوين، تلقاو شي غون بوين خاويه تمشي وتنحطوا فيها حجرات وتلعبوا 4-4 3-3، تيكونوا الدراري بزاف، تنبقاو نديروا الفراقي بزاف، تكون داخله مثلا الفرقه اللي تيتمارك عليها البيت تخرج. وهتما فين تعلمنا الكره وبقينا تنبغيو الكره، والوالدين ما تيخليوناش نلعبوا بزاف، لحق ديما كانوا مهتمين اكثر بالدراسه. وطبيعة الحال وهذا الشيء نفعنا بزاف، لان حتى الدراسه راه هي مهمه بزاف، ماشي غير اللعب والكره. وحتى رغم الواحد يلعب ولا يوصل لواحد المستوى، خصو يكون ديما عنده واحد توازن بين المدرسه والقرايه والتعليم، خصوصا بين التعليم وبين حتى المهنه ديالو اللي كان كره القدم. والحمد لله اللي الوالدين ديالنا بقاو ديما وصلوا فينا القرايه القرايه القرايه، حتى وصلنا لواحد نيفو اللي تمكننا باش تقفنا مزيان. ومن بعد ذلك اختارينا المهنه ديالنا وتبعنا كره القدم. الانضمام ديالي كان النادي القنيطري اليميني من الصغار ديال النادي القنيطري، كان تنظن موسم ديال 84-85. وجا عن طريق الصدفه، لانه كانوا معنا نيت دراري في الفريق الحي اللي كنت العب فيه، كان واحد جوج دراري تيترينيو مع اليميني، وكانوا اقترحوا عليا باش نبقاو نمشيو مجموعين. وهذا الشيء اللي وقع، مشيت بوحدي، مشيت معاهم، كانوا هما تيترينيو، مشيت تنتفرج فيهم. ومن بعد ما سالوا لونطريمون ديالهم قلت لهم انا بغيت نبقى نجي معاكم، وقالوا لي تجي وجيب معاك تكلم مع المدرب. وكان المرحوم الصويري الله يرحمه هو اللي كان هذيك الساعه مدرب، وسالا التدريب ديالهم، مشيت لعندو قلت له خصني بغيت نجي نتريني مع الدراري مع الكاك الصغار. قال لي جي وجيب معاك التاور ديالك واحد زياد، واجي دير واحد الماتش ديال
بحال اختبار ولا نجحتي تبقى مع الدراري. وداك الشيء اللي وقع جيت وكنت فرحان، ما نعستش هذيك الليله اللي كنت غنمشي نتريني فيها الغد ليه، ولعبنا الماتش وجا وعزل فينا احنا الدراري غادي نبقاو نتريني. ومن تما بقيت مع النادي القنيطري حتى لعبت في الفريق الاول، ومن بعدها خرجت حتى برا. كانت عندي واحد التجربة احترافية في قطر مع النادي العربي سنة 95، لعبت عام تمايا، كانت عندي ان كونطرا ديال العامين. رجعت الدولية عيطوا ديال المنتخب اول مرة للمنتخب الكبار سنة 96، كانت التورنوا ديال الحسن الثاني، كان هوري ميشيل هو المدرب، وكنت شاركت معهم في هذيك التورنوا. بعد ذلك لعبت اول مباراة رسمية كانت ضمن الاقصائيات ديال النهائيات كاس العالم ديال 98 اللي كانت فرنسا، وكانت ضد منتخب غانا في غانا، وكنت لعبت مزيان. ومن هذاك الوقت بقيت مع الفريق الوطني، بقيت في قطر حتى لسنة 97، تأهلنا لكوب دي مون. جاني عرض من البرتغال من بورتو، قضيت معهم، كنت نسيت معهم كونترا ديال 3 سنين، ولكن بقيت معهم عامين. بعد ذلك التحقت بكوفنتري من سنة 99 لسنة 2003، ديال يعني واحد المدة ديال 4 سنين. تنظن هذيك كان واحد التحول كبير، خصوصا في المشوار الاحترافي ديالي، لحقاش كان الحلم ديالي هو لعب في البريميرشيب في البطولة الإنجليزية. وتسديدة رائعة هائلة، كان ديفيد جيمس يعطلها. يا سلام يا شيبو، يا سلام يا شيبو، تسديدة هائلة في المقص. لعبنا مع الفريق الوطني، كنا تأهلنا ولعبنا لكوب ديمو، تنظن أن من أحسن يعني هذه الأشياء اللي بقات عندي في الذاكرة هي يعني المشاركة في كأس العالم، والوجه الجيد اللي ظهرنا به، والاستقبال اللي من رجعنا كان صفقنا المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه، وكان كان كان كانوا الناس فرحانين وكانوا يتشجعوا على المستوى. بعد ذلك بقيت في الانجليز حتى 2003. بعد ذلك التحقت مرة أخرى، رجعت لقطر مع نادي السد سنتين، والموسم الأخير لعبته مع نادي البكرة، قضيت 3 المواسم. وكان يعني نساليت لكارية ديالي في آخر سنة 2006، ودخلت المغرب بعد ذلك ساعة مع العائلة ديالي. كان هناك واحد استقرار الحمد لله اللي عاشت بها عائلتي، تنظر المسائل المادية، كان ضمنت المستقبل ديالي والأولاد ديالي وحتى الإخوان ديالي، هذا الشيء الحمد لله الاستفادة الكبيرة. وتنظن حتى من المشوار كله، كان تنظن أن الأهم شيء كان هو حتى دابا مثلا الكرة، بقى داك الاحترام ديال الناس والحب الناس. كنت ناوي باش كنت نكمل قرايتي في الخارج، كنت ندير لا تيكنيسيان، كنت ندير لا فابريكاسيون ميكانيك، بعد ما باش كنت ناوي باش ناخذ الباك ديالي. وكانوا بحال الاخوان، كانوا معايا اصدقاء دابا تيقراو، خداو شهادات المهندسين وجاو رجعوا المغرب. هذا هو اللي كنت، ولكن تنظن أنا الحمد لله لأني الله وفقني في هذا المسار هذا، وتنظن أنا فرحان بزاف لأني نجحت في المسيرة ديالي. دابا تنشتغل كمحلل رياضي في قناة الجزيرة، وعندنا واحد المشروع إن شاء الله قريب نبدأ فيه إن شاء الله، وهو بغيت نرجع شي حاجة، ندير شي حاجة للمدينة ديالي، خصوصا النادي ديالي عطانا شيء الكثير. بغينا ندير واحد ان اكاديمي ديال كره القدم بالنسبه للاطفال الصغار، لحقاش حنا كنا صغار كنا تنبغيو نلعبوا الكره، ما تلقاوش ملاعب، ما تلقاوش المدربين كذلك اللي فين 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 نمارسوا الكره ديالنا. وبغينا ندير هذا الاكاديمي ان شاء الله باش نعاونوا هذوك الشباب وهذوك الدراري
اللي خصوصا الاحياء الشعبيه اللي عندنا حنا في المغرب. تبارك الله عندنا الدراري مزيانين، وعندنا واحد قاعده كبيره ديال الدراري صغار اللي تيحب كره القدم، خصهم شويه ديال التاطير وخصهم شويه ديال العنايه. اظن غادي ان شاء الله نخرجوا منهم لاعبين في المستوى. عندي انا 3 بنيات، هذه صوفيا، عندي جوج اخرين لينا وكاميليا في المدرسه. دوماج انا دابا تنحاول نعطيهم وقت اكثر لحقاش مازال صغار، وانا يعني نديهم يجيبو من المدرسه ياك تمشيو نديهم يخرجوا يلعبوا شي شويه ويمشيو تدبشي البوني ياك يا صوفيا. نتمنى ان شاء الله باش هما يكون عندهم واحد الميول للرياضه مع كرة القدم ولا التنس، ولا لازم نحاول ما امكن دابا باش نعمر لهم الوقت ديالهم، نعمروا لهم بالرياضه وهما ديك الساعه يكون عندهم الاختيار. هذا هو الربح الكبير في هذا الشيء ومال الوليدات. ونتمنى ان شاء الله باش يكونوا واحد بنات صالحات وبنات مزيانات ان شاء الله. يا ديرامي، باي باي.